تعود ملكيتها ليجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما الشاهينية تحتل المركز الثاني لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم. يضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجريات يحتل المركز الثاني. المركز الثالث، انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وإلى الشاهينية التابعة لهجن الرياسة، تعود عملية تضميرها وتدريبها إلى المضمر راشد بن محمد بن سم المنصوري. بينما المركز الرابع، المركز الرابع وصلت الشاهينية التابعة لهجن ند الشبة المضمر والمتابع سالم بن سعيد. أما المركز الخامس فالانتقال مباشرة إلى تواجد هنا من ياسر اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر علي بن أحمد الصديق تحتل المركز الخامس. المركز السادس وصلت الآن ندى، وصلت خلية المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ضمر سعيد بن عبيد الحميري. والمركز السابع الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة غيات الهلالي. المركز الثامن رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب تعود لسهيل بن مبارك بن مرخان، واصل هنا ليحتل الآن المركز الثامن. تاسع المراكز الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة غيات الهلالي. والمركز العاشر، هناك تدخل من قبل الظبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ها هي النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز الحاضرة في منافسات هذا الشوط ومنافسات هذه الانطلاقات. نعود إلى البداية، نعود إلى المراكز الأولى، ولكن الصدارة وتخطي ناموس مع الشاهينية حيث تتفوق على الجميع. هذه الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، هو من يقود مسار الشاهينية إلى الناموس إلى تحديات هذا الشوط. أما المركز الثاني فتأتي هنا وعد، تعود ملكيتها لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم هذه الأنواع بهذا الشعار. المركز الثالث الشاهينية تتقدم بشعار هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يأتينا على المركز الثالث، المركز الرابع تقدمت ووصلت في هذه اللحظات ندى لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير لدى سعيد بن عبيد الحميري هنا على رابع المراكز. والمركز الخامس وصلت رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان يتقدم في هذه اللحظة إلى المركز الرابع. أما المركز الخامس، المركز الخامس هجوم بشعار هجن العاصفة مع الشاهينية وغيات الهلال، يضمرها المركز السابع. هناك تواجد الشاهينية من هجن ند الشبة المضمر والمتابع سالم بسعيد. المركز التاسع أول تاسع المراكز هذه اللي وصلت الآن نهابة، نهابة لسمو الشيخ رزاي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عملية التضمير والتدريب تعود للمضمر محفوظ من خميس الجنيبي. ياتي على المركز التاسع، المركز العاشر هذه الظبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ويضمرها عتيج بسالم بالعرطي الحميري. هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة، للعشرة الأسماء الأولى الحاضرة حتى اللحظة في ملتقى هذا الشوط. أعود إلى البداية وأعود إلى المراكز الأولية، أعود إلى المراكز الأولية التي تحمل دائما عنوان منافسات قوية وشديدة في ريعان الشباب. بداية هذا السن مع الرباعيات مع سن الحولي والزمول، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، الشاهينية تتقدم في هذه اللحظات، الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بينما في عملية التضمير والتدريب يأتي عبد الله بن ثعيلب الهاجري حاضرا
حاضرا في انطلاقات هذا الشوط. احد خبراء التضمير، احد فطاحلة التضمير، المركز الثاني الشاهينيه تتسلل، الشاهينيه تتسلل لسمو الشيخ لهجن الرياسه بقياده المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. هذه انطلاقتها حيث حلت الان في المركز الثاني وتتقدم بخطى قويه وخطى تؤكد مصداقيه هذا الشعار نحو التالق دائما وتحديد المسار ونحو كذلك الابداع واستمتاع جماهير هجن الرياسه. بينما المركز الثالث هذه وعد لهجن الرياسه ايضا بقياده الظافر علي بن جميل الوهيبي. والمركز الرابع ندى لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد الحميري، وكذلك الظبي تتسلل لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بقياده المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. رساله سادسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر والمتابع ياتي هنا في هذه الانطلاقه سهيل بن مبارك بن مرخان. المركز السابع هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي، وثامنا النهابه لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد دان هيان المضمر محفوظ بن خميس الجنيبي هجن العاصفه، تاسعا لهجن العاصفه مع غياث الهلالي، وعاشرا هذه اللي تقدمت ووصلت في هذه الاثناء مشاهدينا الكرام. بنشوف هذه اللي وصلت الان خذت المركز العاشر هذه الحذره اسمه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال هيان يضمنها يمعه بن عتيق الرميتي. هذه النتيجه للعشره الاسماء المتقدمه، ولكن حصل تغيير، حصل تغيير خفيف وطفيف على مقدمه هذا الشوط. هذه الشاهينيه لهجن الرياسه، الشاهينيه لهجن الرياسه 1200 على خط النهايه. شوف المركز الاول يا سلام، الشاهينيه، الشاهينيه لهجن الرياسه بقياده المستحيل راشد بسم المنصوري. المركز الثاني الشاهينيه بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهاجري، خبراء في عمليه التضمير والتدريب يا سلام، متقاربين في البيئه العمريه في التضمير، ولكن شوف الاداء والمشاركه في ارضيه هذا الميدان ما شاء الله تبارك الله. الحذره قادمه لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيام بقياده المضمر يمعه بن عتيجه الرميتي. هجن العاصفه قادمه الى المركز الرابع مع غياث الهلالي. ندى خامسا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد الحميري، ولكن عوده الشاهينيه، الشاهينيه هنا من سجل نقطه في هذا المساء مع الحول المهجنات الاصايل. هذه الشاهينيه من جديد تضيف انجاز اخر، انجاز اخر لهذا الشعار في هذه الامسيه. بالامس تقريبا سجلوا 6 نقاط لهجن، لهجن الرياسة. أما الفترة المسائية لهذه الليلة، هذه النقطة الثانية عندك يا بسم، هجن الرياسة، هجن الرياسة بعدما قدم الشاهينية في الشوط الثاني في هذه الأمسية يقدم الآن في هذا الشوط الشاهينية لهجن الرياسة. الهجوم قادم، الحذرة قادمة، الشاهينية لهجن العاصفة قادمة، ولكن خلاص 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 النتيجة والتحدي باينة باينة على عنوان دبي ريسينج من خلال هذه اللحظات. تهانينا وناموسة لهجن الرياسة وللمضمر راشد بسم المنصوري، خطف الناموس والنقطة الثانية يضيفها في انطلاقات هذا المساء. الحذرة حلت في المركز الثاني اسمه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، ثالثا الشاهينية لهجن العاصفة، رابعا الشاهينية اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، خامسا ندى لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة، المسار لانطلاقات ونهاية شوط السادس. في هذه اللحظة نعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول لهذه الهجن إلى خط النهاية، حيث الشاهينية فازت بناموسي هذا الشوط، أبدعت وأمتعت وأمتعت للجماهير. 9 دقائق 25 ثانية و7 أجزاء من الثاني الهجن الرياسة، وإلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري على الفوز والانتصار. الحذرة قدمت توقيت زمني مقدار 9 دقائق 26 ثانية 5 أجزاء من الثانية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال هيان. تهانينا والناموس كذلك للمضمر والمتابع يمعة بن عتيجة الرميثي. أما المركز الثالث شاهينية العاصفة حضرت ب 9 دقائق 27 ثانية جزئين من الثانية، والثانية للمضمر غياث الهلالي في هذه الانطلاقة وهذا التواصل المستمر. ها
هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الأشواط، طابت أوقاتكم بكل خير في هذا المساء الجميل وأشواط حول وزمول أصحاب السمو الشيوخ في هذه الأمسية الجميلة هنا في المرموم في الميدان الذكي، تتواصل وتتوالى بالانطلاق شوط